ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا إلى ملف الزراعة، حيث بدأ اليوم موسم جني القطن المصري والذي شهد زيادة في المساحة المنزرعة هذا العام بنسبة 56% عن العام الماضي، ويتم جني وتجميع القطن على ثلاث مراحل متتالية بين كل منها من 15 إلى 20 يوما قبل نقله وتوريده إلى الشون المخصصة للتجميع ونقله إلى المصانع. ومشاهدي الكرام، لمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك محمد بيه ومشاهديك الكرام. هذا الموسم هو موسم جني القطن، لو بنتكلم في بداية هذا الموسم موسم الجني، الأصناف المستحدثة من مراكز البحوث الزراعية والهجن اللي أضيفت وتم زراعتها بالفعل في المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية. أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال. القطن المصري له أهمية قصوى، وهو محصول متعدد الأغراض، يعني بمعنى أنه محصول ألياف ويمكن أن يستخرج من البذرة زيت، ومن البذرة أيضا يستخدم علف، وهو محصول اقتصادي وتصنيعي مهم جدا، يمكن أن يتجر به أو يتم عمل منه صناعات متعددة. الدولة المصرية حريصة تماما على التوسع في مساحات القطن المصري وإطلاق العديد من الأصناف الجيدة في كل ربوع مصر، وهناك سياسة صنفية بتخدم الإنتاجية. فمثلا عندنا في وجه إبلي يزرع فيهم صنفين، جيزة 95 وجيزة 98، وهذه الأصناف تتلائم مع ظروف الوجه الإبلي من حيث أنها مقاومة للدرجات الحرارة العالية ومبكرة في النضج، وهذه الأصناف إنتاجيتها متوسطها من 6 ل 7 أمتار. أيضا هناك بعض الأصناف تم التوجيه بها للوجه البحري، اللي هي سوبر جيزة 86 وسوبر جيزة 94 وسوبر جيزة 97. هذه الأصناف لها جودة عالية ومؤكدة النضج ونسبة التصافي عالية. أيضا هناك أصناف أخرى فائقة الطول زي كسترا جيزة 92 وكسترا جيزة 96، ويمكن كسترا جيزة 92 من أحسن الأصناف العالمية، وكسترا جيزة 96 ذات جودة عالية ومحصول عالي ونسبة التصافي عالية. هناك أصناف أيضا فائقة النعومة، وهذه الأصناف لها أغراض خاصة زي البرشوتات وغيره، زي جيزة 45 وجيزة 93 وجيزة 97، وتجد أن هذه الأصناف إنتاجيتها في الوجه البحري حوالي 10 قنطار، أما أصناف الوجه الإبلي من 6-7 أمتار. أيضا أحيط على حضرتك أن هناك أصناف قصيرة تم تجربتها عندنا في توشكا وفي شرق العوينات. توشكا عندنا حوالي 250 فدان، وشرق العوينات حوالي 2000 فدان، ولكن هناك فرق كبير في الانتاج، بمعنى ان متوسط الانتاجيه للاصناف القصيره في مصر من 6 ل 9 امتار ما زالت، لكن ما زالت الاصناف المصريه ذات الجوده العاليه والسمعه العالميه والقطن المصري مرتبط باسم المصريين وبتاريخ المصريين، انتاجيته افضل وسعره اعلى ونسبه الفقد فيه 10%، اما نسبه الفقد في الاصناف الاخرى تصل ل 40%، وهذا الامر نتيجه ان اهتمام الدوله بالاصناف. ايضا دكتور ابراهيم، هنا هسال حضرتك بمناسبه الاصناف ونسبه الفاقد، الاستغلال الامثل لوحده المساحه المنزرعه على مستوى جمهوريه مصر العربيه سواء شمالا في الدلتا او جنوبا في صعيد مصر او في شرق العوينات او في توشكا، كيف تم والجهود اللي بذلتها الدوله المصريه في الاونه الاخيره للارتقاء بمستوى الانتاجيه في وحده المساحه البسيطه الموجوده؟ عندنا وحده الانتاجيه متعلقه باكثر من امر. الاول اهتمام الدوله بتوفير الاصناف الجيده المعتمده للزراعه وتحديد كل صنف بما تلائم مع البيئه بتاعته والمناخ بتاعه. انا بوزع الاصناف تبقى للظروف المناخيه والبيئيه التي تناسب الصنف حتى تحقق اعلى انتاجيه. اثنين، هناك جهود في توفير مستلزمات الانتاج للمزارع المصري بحيث يتوفر السماد اللازم في التوقيت المناسب، وهذا امر مهم. ايضا من ناحيه كمان توفير المياه اللازمه والاحتياجات المائيه لزراعه القطن،
بالإضافة إلى الحملات القومية وجهود الزملاء المرشدين الزراعيين في تعريف المزارع بالإرشادات الزراعية والتوصيات الفنية وأهم الممارسات الجيدة التي يمكن أن تحقق له أعلى عائد. هذا الأمر جعل الدولة المصرية أيضا تشجيعا للمزارع على اهتمام بمحصول القطن وزيادة إنتاجيته وزيادة مساحته، أن هي عملت سعر ضمان لفعالة الزراعة التعاقدية بالنسبة للقطن، وعمل سعر الامطار القطن في الوجه الابلي، لان طبعا يعني اقل انت عارف الوجه الابلي الاصناف الطويله يعني الوحده او بيسموها طول التيله بتاعتها او طول الشعره حوالي 28 ملي 30 ملي، اما في اصناف اللي هي قصد الوجه البحري بتكون من 30 ل 34 ملي، اما الاصناف فائقه الطول من فوق 35. أما في عمل الزراعة التعاقدية فعالت قالت والله سعر إمطار القطن 10,000 جنيه، ده سعر الضمان يعني سعر البداية اللي هو مش هتقل عنه سعر التوريد بالنسبة للحكومة. في الوكيل البحري 12,000 جنيه. نعم. وخلي بال معاليك يا محمد بيه أن القطن لا يخزن عند المزارعين، ولكن يجب أن يتم تسويقه، وبالتالي كانت عملية التسويق. وهنا حسأل حضرتك سؤال أخير بصفة الخبير الأستاذ دكتور إبراهيم درويش أستاذ زراعة في جامعة المنوفية، الفوائد اللي بتعود على أي مزارع على مستوى الجمهورية شمالا وجنوبا شرقا وغربا من زراعة القطن ولو مرة واحدة في العمر في أرضه الزراعية سواء أرض استصلاح أو أرض طينية؟ أولا الفوائد متعددة للمزارع وللدولة المصرية. أولا بالنسبة للمزارع، اولا عندما يكون متوسط انتاجيه الواحد الفدان اللي المتوسط يعني في ممكن يوصل ل 12 امتار. نعم. لو انت ضربت بس فقط 12 في 12 يعني 120 الف جنيه لزرعه القطن. نعم. ايضا القطن من المحاصيل الجذر الوتدي، والجذر الوتدي ده مهمته كمان بيتعمق في الارض اكثر من يعني يصل 10 متر، يعني بيعمل عمليه كده خلخله او يعني تفتيح للأرض، وبالتالي الأرض المحصولة الأرض اللي تنزل القطن بعد زراعة القطن الأرض بتاعتها بتكون ذات جودة أفضل. القطن محصول من مرتبط بالمزارع المصري من زمن كنا بنسميه يعني الذهب الأبيض، وكان محصول بيعتبر أن كل مزارع كان بيحاول أنه يجهز ولاده ويجهز بناته من خلال هذا المحصول. وهذا المحصول لو أنت تتذكر كان بنصل فيه حوالي مليون فدان، كان عندنا توفر لمحصول الزيت اللي كان يغطي على كل جمهورية مصر العربية. وعندنا الدولة لما بتعمل تطوير لصناعة الغزل والنتيج وتطوير للمحالك، دي كلها يعني زراعة قائمة على صناعة. ويمكن فخامة الرئيس في توجيهاته ان احنا مش عايزين نصدر مواد خام، واحنا يمكن عايز اقول لحاجه ان احنا دايما نقول ان القطن المصري فقد عرشه. لا، القطن المصري لم يفقد اسمه، ولكن فقد الكثير من الاسواق، واحنا علينا الفتره القادمه ان احنا نفتح الاسواق ونشجع المزارع ونحاول ان احنا ندعمه بحيث خاصه في التسويق على اساس ان هو يقبل، وخاصه مع جهود الدوله المختلفه سواء دعم المزارع او دعم الانتاجيه او التعاقد مع المزارع بسعر استرشادي في البدايه كمثل ما حدث من الحكومه المصريه ايضا من قبل مع المزارع المصري في زراعه الذره والقمح وغيره، بانها بتضع سعر تعاقدي في البدايه لن تقل عنه في اسعار التوريد بالنسبه للمزارعين، بل ربما تزيد في اثناء موسم الحصاد والجني. بشكرك شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور ابراهيم درويش استاذ الزراعه بجامعه المنوفية، كنت معنا عبر الهاتف.